مقدار الزيادة في كل رقم. يعني هو شنو الفكرة؟ انه تاخذ السيد تضربه في ثابت وتضيف له ضيف له قيمة، هذه القيمة اللي نسميها increment، يعني قيمة إضافية. فطلعت عندي قيمة جديدة، هذه القيمة الجديدة راح اعتبرها هي الرقم العشوائي الثاني، راح نفس الشيء اضرب الرقم العشوائي الثاني في القيمة الثابتة واضيف له قيمة الزيادة، واخذ قيمة المود، يعني اقسم الرقم العشوائي الناتج على مود فتطلع عندي نتيجة. يعني الكلام جزء ما راح تفهمه اذا ما فهمنا المثال اللي هنا الموجود. خلينا نكمل. ليت اي يساوي 17، سي يساوي 43، وام 100. كل اذا تشوف كلها موجوده عندك، يعني الارقام كلها موجوده عندك، بس ايش تطبق. الاكس 0 هو عزائي، الاكس 0 هو الرقم العشوائي السيد، هو البدايه. والاي يساوي 5، معناته اريد 5 ارقام. الاي هو 5، اذا كان اي 10 معناته اريد 10 ارقام. فلذلك انا كم رقم طالعين احنا من 1 الى 5. اذا اجينا على الاكس 1 الرقم العشوائي الاول، راح اجي اطبق المعادله اللي هي هذه المعادله، اللي هي a of a مضروبه في x زائد c increment mod m. نفس الشيء راح اجي هنا اطبقها. اذا تريد انت بالجواب بالامتحان تكتب لي المعادله الرياضيه وتقول لي راح اطبقها بهذه الطريقه حتى لا تنساها، المعادله تخليها امامك. هذا هو ال a قيمته هياتها 17، وهذا ال 25 هو قيمة منه، قيمة ال x 0 هذه هي ال 25. خلي اوكي. والمود، المود على ايش قد؟ طبعا زائد ان سي، ياهل سي هي هاي ال 43 زياده. مود ايش قد؟ مود ال 100. انا هم نعطيك اياها بالسؤال، يعني انت كلها تجي تثبتها هنا وتستخدم الحاسبه الكالكوليتر حتى تنطيك رقم عشوائي جديد. هذا الرقم اللي راح يطلع راح نقسمه على 100 ايضا، عفوا هو الرقم، عفوا اسف، الرقم اللي احنا استخدمناه بهذه المعادله هو ال 400. طلع الناتج شنو؟ 468، يعني 17 مضروبه في 25 زائد 43 طلع عندي 468. قسمناها على 100 واخذنا خارج القسمه او باقي القسمه اللي هو المود، باقي القسمه اللي هو عندي 68. راح اخذ هذه 68 واقسمها على 100 واستخرج الرقم العشوائي الاول. راح اخذ هذا الرقم 68 استخدمه نفس الطريقه بمكان في مكان الاكس 0. فلان هنا ايش عندي هنا؟ الاكس 1، الاكس 1 هو الاي مضروبه في الاكس 0 زائد ان سي مود الام، والام وعندك هذه هي نفسها القيم موجوده، مجرد اجي اطبقها. الاكس 2 راح يصير 17 مضروبه في الاكس 1، لانه ايش قايل احنا هنا بالمعادله؟ يقول هنا مو الاكس، الاكس اي زائد 1، يعني اذا كانت الاكس 1 راح يكون هذا اكس 0، اذا كانت هاي اكس 2 راح يكون هذا اكس 1 وهكذا. فهذه هي نفس الفكره، راح يكون الاكس 2 هذا هو اكس 1، اكس 1 وينه؟ اللي هو هذا 68، يعني الرقم اللي قبله اجي انزله واضيف له 43 الانكريمنت مود ال 100، طلع عندي 1199 مود ال 100، طلع عندي 99، واقسم على 100 يطلع عندي هذا الرقم، واستمر هكذا لحين استخراج الارقام العشوائيه الاخرى. ان شاء الله تكون المحاضره واضحه، وانا اتمنى انه تطبقون بايديكم بحل على الورق حتى تفهموها شويه اكثر. وان شاء الله راح اجيب لكم يعني امثله بسيطه حتى تطبقوها. شكرا لكم، وان شاء الله نشوفكم على خير.